يلا ها خديجة، انت عندك شي هوا هاد الصباح اللي بغيتي تقدميها للمستمعات؟ ونبداو معاك. بسم الله. واحد نص كيلو ديال السميدة رقيقة، هادي اللي غنديرو حرشة ياك؟ اي حرشة ديال الفران، كنديروها في المقلاة ولا نطيبو فيها وكنديروها في الفران. اذا يا الفران يا في المقلاة؟ لا غير هذيك المقلاة كنطيبو فيها الحرشة بحال هكايا، هادي هي اللي كنيت نديروها فيها وكندخلوها للفران. واخا لا لا، اذا نص كيلو ديال السميدة وجوج كيسان ديال الزيت. نعم. وكاس ديال العصير ديال الليمون. نعم. ومعلقة كبيرة ديال السكر. وراس ديال معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز. راس معلقة صغيرة ديال الخبز. وخمارة ديال الحلوة. اه. وبيضة واحدة. بيضة، نعم. وصافي، وكنشدو ديك وشوية ديال الملح. الملح الملح عادية كما كنديرو الحرشة العادية نيشان. ايه. وكنشدو دوك السميدة كنسمدوها مزيان بداك الزيت. وكنشدو ديك شوية ديك الخمارة وديك الخميرة الأخرى نيتا هما تنديرهم معاها. وكنديرو ديك البيضة في القنيتة وكنحرحروها مزيان بحال هكا. وكنزيدو داك الكاس ديال العصير. ايه. وصافي، وكنعاودو نجمعو العجينة بالماء سخون. تعاودي تجمعيها بالماء سخون بلا حليب بلا والو، غير بالماء؟ لا غير الماء بوحدو، الماء سخون. وكنشدو كنحركو مزيان بحال تولي بحال شكل ديك العجينه ديال السفنج. بحال كيف كانت مزيان. وكنشدو ديك المقله كندهنوها مزيان بالزبده، الزبده هكايا عاديه ما ندوب لا والو، الزبده وكندهنوها بها مزيان. صافي، وكنسوسوها في الاخر وكنديروها في الفران. عاود ندير لها شويه ديال السمنه من الفوق. وكتسيد دير لها شويه ديال العسل وشويه ديال اللوز من الفوق. المهم بغيتها هكا كتجي زوينه بزاف. ما تخليها هكذاك طبيعيه، غادي تجي زوينه وتبارك الله عليك. واش نعطيك شي اخرى شي بغرير ولا؟ يلا ناخذ من عندك البغرير ديال تيفلت ديال الشلوح. اييه، كنسدو نيت نص كيلو ديال الفورص طحين، شي طحين ممتاز. نعم. وربعه ديال السميده رقيقه. اييه. ومعلقه كبيره ديال السكر. ومعلقه المهم الخميره على حساب الجو. اييه. الا كان الجو بارد حنا كنديرو معلقه كبيره ديال الاخر ديال الخميره ديال الخبز. صافي، كنديرو الملح. نعم. مليحه القياس نيت ديال الملح. كنشدوها كنديرو في شي اناء شي كامل وكنحركو كامل غير هكا يدير مع بعضو. صافي، كنعجنو بالماء سخون. كنعجنو غير بيد وحده واللي الاخرى كتزيد لنا الماء. صافي، كنعجنو حتى من كيولي بحال مطلوق واحد شويه هي فاش كنعجنو. كنعجنو بزاف حتى كيبان لنا راه بدا كيطرزق. المهم نعجنوه بزاف مدة واحد 20 دقيقة وحنا كنعلكو فيه. نعم. ديك الساعات كنبقاو نزيدو الماء بشوية 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 حتى كنحسو على واحد العجينة. هاد السيدات راهم عارفين كيفاش العجينة ديال البغيري. صافي، كنخليو كنحطو كنخليو حتى كيخمر. ملي كنرجعو ليه كنلقاو من عرفو راه خمر حتى كيبان لنا راه داير بحال الكشكوشة. اييه. صافي، ملي كنهزو بحال هكا كنرميو. ملي كنطلقو عليه البوطة بزاف. اي حتى كيتسالى داك الطبقه ديالو. ملي كيسالي كنقصوا له البوطه. ملي كنقصوا له البوطه كنخليو كيبدا يقصح واحد شويه. صافي، صافي، هذه هي الطريقه ديال. تبارك الله عليك، كنشكرك. وما نقولش ليك اختي سنة حد المغرب ما كتيجي، راه الناس كلشي كيسولني عليك يقول لي كتديري على المغرب ما كنديرو لا في الماكينه لا حتى شي حاجه. وتبارك الله عليك، وهذا قول لهم السر في اليديدات، وهذا من فضل سيدي ربي. داك الشيء اللي كاين اختي سناء. وتبارك الله عليك، راه كنهمق عليك. ربي يخليك، ربي يخليك ويسعدك اخت خديجه. وانا كذلك كنحبك كثير وكنشكرك من قلبي على الوفاء ديالك لهذا البرنامج وهذا برنامجك. وانتي يا دابا ان شاء الله في تيفلت نعولوا عليك تكوني السفيره ديالنا، وانتي تخلي مستمعات واحد اخرين يجي ويبداو يتصنتوا لينا. وعارفه شعارنا ياك الحاضره؟ اييه. اش دير؟ الحاضره تعلم الغايبه.